ايه هو الدرس السابع ده؟ جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية. تخيل معايا انت دلوقتي عالم او عالم اثار او ساينتست مثلا او مخترع او اي حاجة، وعايز تدرس ظاهرة الكوارث الطبيعية اللي بتحصل عندك، مثلا تدرس الحرائق، تدرس ظاهرة الفيضانات، هتعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي انت هتاخدها؟ فكر كده. قال لي يا مس، عشان العلماء، انا دلوقتي بكلم عالم بقى، عبد العزيز ان شاء الله عالم، العلماء والآثار يدرسوا الظواهر، يحلوا اي مشكلة. حتى انت لو عايز تعمل اي تقرير، ليك 3 خطوات انت تمشي عليهم علشان تقدر توصل للمعلومات والبيانات بتاعتك. اول حاجة، عندنا حاجة اسمها جمع البيانات. انت بتجمع البيانات من فين؟ يعني ايه جمع البيانات؟ ان انا احصل البيانات. يعني ايه احصل البيانات؟ انا عايزة ادرس مثلا عن ظاهرة الفيضانات اللي بتحصل في الهند مثلا، فببدأ ان انا اجمع البيانات سواء من كتب سواء من مقالات كانت رقمية، ان احنا عندنا كذا مكان اقدر كتب اقدر ان انا اجمع منه البيانات رقمية، وعندك حاجة اسمها الورقية. فعندك الكتب الرقمية والورقية. اي مثلا وعن طريق برضه مثل المقابلات الشخصية اللي هي بتاعت إن احنا ناخد آراء الآخرين برضه. برافو عليك يا مس، عن طريق المقابلات الشخصية. يعني ايه مقابلات شخصية؟ اروح لتقى اقول لها يا تقى ايه رأيك في، او استطلاعات الرأي، ايه رأيك في ظاهرة الفيضان، واقعد اسألها واتكلم معاها واجمع منها المعلومات. ما يمكن هي شاطرة وتديني معلومات صحيحة، فدي بتسألهم عن آرائهم. بعد كده عندك السجلات والتقارير. السجلات اللي كانت مكتوبة، الناس اللي كاتبينها، التقارير المتسجلة دي كلها تقدر ان انت تجمع منها البيانات. عندك حاجة تانية، التجارب. يعني ايه التجارب؟ يعني تدخل اللاب، معمل العلوم. عارف في المدرسة بتاعتنا فيها بيكون معمل علوم، صح ولا لا؟ اي مدرسة بيكون فيها معمل للعلوم، والمعمل ده نقدر ان احنا نعمل فيه تجربة. مثلا عايزة اعمل تجربة عن ثاني اكسيد الكربون، اقدر ان انا اخلي ازاي اخلي المياه مثلا، مش عارفة، الجير الرائق اخليه جير تكون المياه نظيفة، تكون المياه مثلا مش تكون ملوثة. دي كلها صالحة للشرب، ايه؟ صالحة للشرب يعني. برافو عليك. فكل دي تجارب بتعملها فين؟ في المعمل، في المختبر بتاعك. تقدر ان انت تجمع منها يا عبد العزيز جمع البيانات من المصادر كلها دي. واهم حاجة عندك ان انت المصادر بتاعتك تكون موثوق بها. طب يا مس كده، معلش انا عندي اتشعب في حاجة تانية. عندي حاجتين اتنين، قلنا مصدر موثوق ومصدر غير موثوق، مكان او صفحة على الانترنت. بنك المعرفة المصري ده موثوق ولا غير موثوق؟ موثوق ممتاز. موثوق يعني مش موثوق ويكي، ويكيبيديا، موثوق ولا غير موثوق؟ غير غير موثوق. موثوق غير موثوق الله غير ينور موثوق عليكم، غير موثوق، لأنه فيه بيتم تعديل البيانات. تمام، أنا جمعت البيانات مش دلوقتي. يحكي عن الآراء والإشاعات والأكاذيب. برافو عليك يا مس، أنا دلوقتي جمعت البيانات يا عبد العزيز. هل هقعد مجمع البيانات وحاطط إيدي على خدي، ولا أنتقل لخطوة تانية؟ تحليل البيانات. أحلل بقى البيانات، خلاص أنا جمعت البيانات بتاعتي. يعني ايه احلل البيانات؟ يعني افصفص البيانات كده، اقعد انقيها تنقايه واشوف، اعمل مراجعه ومعالجه للبيانات اللي انت جمعتها. هل البيانات دي تمام ولا مش تمام؟ هل البيانات او المعلومات اللي انت جمعتها العمليه بتساعدك على خطوه تحليل البيانات، بتساعدك على تفسير الماضي، تتنبأ بالمستقبل، وتشوف فيه معلومات محدده بتبحث عنها وتستخرج الأنماط المتكررة منها. يعني إيه أستخرج الأنماط المتكررة؟ عندك عروض، عندك معلومات كتير متكررة، تشوف مين أفضل
معلومة عندك وتستخدمها. دي اسمها تحليل البيانات. حللت البيانات، أنا دلوقتي جمعت البيانات وبعد كده حللت البيانات، أعمل إيه بقى؟ هل أقعد خلاص خلاص كده كتر خيري؟ لا يا مس، لسه مش كتر خيرك، أنت عندك حاجة تالتة اسمها عرض البيانات. إيه هو عرض البيانات؟ تجمع البيانات بتاعتك وتحللها وتتأكد إن المعلومات بتاعتك موثوق منها، وتظبط بياناتك كده وتهندمها، وتبدأ تعملها على إن أنت تعرضها في صورة رسم بياني. وقلنا يا مس إيه هي أكتر طريقة شائعة لعرض البيانات؟ هو الرسم البياني. الرسم البياني ده الباراجراف عندنا هو أفضل طريقة لعرض البيانات، بتسهل عليك قراءة البيانات والتعبير عنها. زي دلوقتي عندنا عصام، ده استطلاع رأي. يعني ايه استطلاع رأي؟ اروح لراوية اقول لها ايه رأيك يا راوية، بتحبي انهي جهاز تستخدميه؟ اروح لتوتو وتقع اقول لها ايه رأيك يا توتو، انت بتحبي تستخدمي انهي جهاز؟ تقول لي. هلاقي مثلا انه عندي 10 من ال... لا سوري 9 من الاشخاص بيحبوا استخدام الكمبيوتر الشخصي اللي هو الكمبيوتر الكبير. عندك 9 فين؟ استنى عشان الارقام بخط صغير. لا 7 بيحبوا الكمبيوتر المحمول، عندك 6 بيحبوا الهاتف الذكي، عندك 3 ولا 5 بيحبوا الهاتف الذكي، عندك 3 بيفضلوا استخدامهم للجهاز اللوحي. ده رسم بياني اهو، سهل ان انا اقرا، افضل من ان انا اقعد اقرا الطريقه دي. يبقى افضل طريقه لعرض البيانات هو، لانه ده سؤال بيجي في الامتحان، هو الرسم البياني العمودي. ده اكثر شيوعا وافضل طريقه لعرض البيانات. بقدر اعمل الرسم البياني العمودي ده فين يا مس؟ بص معايا كده يا عبد العزيز، شايف في برنامج اسمه برنامج مايكروسوفت اكسل. لو نسمع مايكروسوفت اكسل هفتكر عندي مايكروسوفت كمان باوربوينت. قلت برنامج مايكروسوفت اكسل ومايكروسوفت باوربوينت ومايكروسوفت وورد، تابع لأنهي شركة؟ مايكروسوفت مايكروسوفت، لأن برضو ده سؤال أحيانا ممكن يجي في الامتحان. ألي تمام، برافو عليكم. ده اسمه برنامج اكسل، مايكروسوفت اكسل، برنامج الجداول الحسابية. يتم على برنامج إكسل أو برنامج الجداول الحسابية عمل الرسم، أو أقدر إن أنا أرسم رسوم بيانية عمودية على البرنامج ده. طب ما عنديش مس البرنامج ده، عادي ارسمها على الورقة بتاعتك. يبقى أقدر أرسم الرسوم البيانية يا إما على ورقة أو على برنامج إكسل. ويفضل استخدام بقى الرسم البياني ليه يا مس؟ أسهل في القراءة، ويقوم بتلخيص كل المعلومات زي ما قلنا والنتائج، ويوفر سهولة المقارنة بين النتائج. يبقى أنا كده خلصت الدرس بتاعي اللي كان صعب عندي. هاي يا يوسف، إيه يا هاي يا عبد العزيز، إيه الأخبار؟ تمام، تعالى كده نسأل مع بعض، تعالى نسأل بعض سؤال، تعالى 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 نطبق. استنى جاوب معايا يا يوسف، يا عبد العزيز تعالى. أحد المصادر التي يمكن استخدامها لجمع المعلومات، استطلاع، استطلاعات. بص استنى، سؤال رقم ب ده مهم جدا. أول حاجة جاوبلي على سؤال رقم ب، المرحلة الأخيرة بعد تحليل البيانات هي إيه؟ عرض البيانات عرض البيانات. لحظة، عرض البيانات. عبد العزيز، الرسم البياني فراغ هو الأكثر شيوعا. الرسم البياني لإيه؟ لأنه دايما بيجي سؤال يا إما اختر يا إما أكمل، بس أنتوا ما عندكمش أكمل، ممكن يجيلك اختر. الرسم البياني الدائري العمودي المربع اللي إيه؟ الرسم البياني العمودي هو العمودي، الأكثر شيوعا. برافو عليك. يستخدم لجمع المعلومات نوعين من الكتب، الكتب المطبوعة والكتب. ماشي، الكتب المطبوعة والمقالات والإيه؟
انا الكتاب ده بتاعي، الكتاب اللي انت شايفه ده، اقول عليه كتاب مطبوع ولا كتاب رقمي؟ الكتاب ده مطبوع؟ لا مش مطبوع، لا لا مش قصدي، لو قصدي رقمي يا اه مس، قصدي رقمي رقمي. برافو عليك. رقمي. الرقمي انهي يعني؟ ايه رقمي؟ يعني اللي في ايدي ده اللي انا بشتغل عليه. المطبوع انهي يا اولاد؟ اللي في ايدك، شايف اللي في ايدك ده، الكتاب اللي تقعد تفر الورق بتاع الورق، تك 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 تفر ورقة ورقة، ده هو المطبوع. مطبوع يعني. اه تمام، يبقى انت كده برافو عليك. تمام، في اي مشكلة؟ طب تمام الحمد لله. تعالوا كده بس عايزة احل في اختبارين وقعوا في ايدي كده حلوين خالص، تعالوا نحلهم مع بعض. مش في يلا يا مس. الكتاب ولا عندك؟ لا عندي، عندي اهو، هنحلهم مع بعض هنا. وحرف يعني كل واحد سؤال؟ اه، وهرفعه لكم ان شاء الله، هبقى ارفعه لكم برضو عشان لو عايزين تحلوه. استنوا انا واجب يعني؟ عايزه، لا ارفعه لان انتوا لو عايزين ترجعوا تحلوه تاني. لحظه ازاي اكتب؟ طب ماشي. يلا يا مس، الخط واضح ولا اكبر الشاشه؟ نكبر كبريها شويه. الشيخ، اه كبريها مش نجمة. تمام صح، تمام دلوقتي. يلا بينا، تمام. يلا يلا يا توتو. أنا مش المدونات ماشي. المدونات الرقمية هي نصوص منشورة إلكترونيا تحتوي على معلومات متاحة للنشر والتنزيل. إيه صح. الصوت، الصوت الخرف. قولي معلش، قولي معلش تقع من أول. المدونات الرقمية هي نصوص منشورة إلكترونية تحتوي على معلومات متاحة للنشر والتنزيل. صح. المدونات الرقمية، المدونة الرقمية اللي بيكون شخص واحد مسؤول عنها، وشخص واحد مسؤول عنها وهو اللي بيقول رأيه. هل دي يا مس مكون متاحة للنشر؟ لا لا، في حاجة تانية. مين اللي يقدر يقول لي ايه هي اللي بتكون متاحة للنشر؟ ها، حد يقدر يقول؟ الكتب. لا 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 لا، احنا اخدنا ايه؟ ها يا احمد، احمد ها يا ولاد، نعم. ايه اللي بتكون متاحة للنشر؟ تعالوا كده يا مس اهو، احنا قلنا ايه؟ مدونات الرقمية. لا يا مس، هي عبارة عن مواقع الكترونية بتعبر عن رأي الشخص، شخص واحد فقط مسؤول عن المدونة الرقمية. ايه هي اللي اقدر ان انا اعمل لها تكون بتعبر عن رأي صاحبها؟ وقلنا كمان دونت لا يتقاضى برضو بعض الأجر على المدونات الرقمية. المقالات الرقمية المنشورة هي اللي تقدر ان انت تعملها تنزيل، وتقدر توزعها، وتقدر ان انت تستخدم الوسائط اللي فيها، وبتعبر عن رأي ايه صاحبها. بعد كده عندنا مواقع التواصل الاجتماعي. زي ايه التواصل الاجتماعي؟ فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، الكلام ده كله مواقع التواصل الاجتماعي. بنستخدمها ازاي مواقع التواصل الاجتماعي دي؟ عشان اتواصل ما بين الاشخاص، ونتبادل المعلومات مع بعض والرسائل والافكار بتاعتنا. محادثات الفيديو اللي احنا عاملينها دلوقتي مع بعض، بيتم استخدام جهازين اتنين في محادثات الفيديو. ايه هما؟ الكاميرا والميكروفون. تمام صح. المقابلات هي عبارة عن محادثات منظمة ما بين اتنين او اكتر، الهدف منها الحصول على المعلومات اللازمة. برامج التلفزيون زي اللي انا بتفرج عليه، منى الشاذلي والحاجات دي، وبتاعة الاخبار وبتاعة التلفزيون، هو عبارة عن عرض اراء، بتكون بشكل حواري ما بين الاشخاص. اخر حاجة الرسائل النصية، دي كلها وسائل احنا بنستخدمها. نرجع بقى للمدونات الرقمية.
أفرق ما بينها وما بين المقالات الرقمية المنشورة، الاتنين قريبين من بعض، لكن لا يا مس، انت عندك المدونات الرقمية شخص واحد مسؤول عنها، ما اقدرش ان انا اعمل لها متاحة للتنزيل والنشر، ولا تقدر ان انت تطبعها مثلا. المقالات الرقمية نصوص منشورة الكترونيا، تمام؟ فهنا نرجع بقى لسؤالنا، فين كان سؤالنا؟ المدونات الرقمية هي نصوص منشورة إلكترونيا تحتوي على معلومات متاحة للتوزيع والنشر. هيا يا توتو، صح ولا غلط؟ غلط، غلط. تمام، برافو عليك. لأن عندك إيه هي الـ إيه هي الـ اللي تقدر تتحمليها وتنشريها؟ المقالات الرقمية المنشورة. برافو عليك يا مس. يلا تعالي خدي السؤال اللي بعده. يمكن أن تبحث أنا تاني مس ممكن أجاوب؟ لا بس خليها تجاوب عشان انا جاوبت السؤال بتاعها. يمكن ان تبحث عن ملف من خلال صندوق البحث الموجود اسفل الشاشة. صح. صح، برافو عليكي. يلا عبد العزيز، يجب اخذ موافقة الاشخاص اولا قبل عمل اشارة او تاج لهم. انا دلوقتي يجب أخذ الأشخاص أولا قبل عمل إشارة أو تاج لهم. قصده إيه بالتاج يا مس؟ وعمل إشارة. احنا خدنا في درس يا مس خدناه، قلنا انه في حاجة اسمها عمل اشارة او تاج. يعني ايه التاج ده؟ التاج او الاشارة هي عبارة عن، بتكون مثلا انا نزلت صورة ليوسف مثلا، وعجبتني الصورة دي نزلتها ليوسف وعملت له تاج، عملت له اشارة. في حالة عمل التاج او الاشارة، انت بتضغط على اللينك ده وعلى طول بيدخلك على صفحة يوسف. هل يا مس ينفع إن أنا أعمل إشارة لأي حد كده على الفيسبوك؟ مش إحنا بننزل أحيانا بوستات على الفيسبوك وبنعمل إشارة، بنعمل تاج؟ تعالوا عارفينها ولا لأ؟ تعالوا أوريها لكم. لو أنا دلوقتي مثلا نزلت صورة، استنوا كده، مثلا تعالوا هنا على الصورة دي، استنوا لحظة، ده فين ده؟ استنى، تعالى بص يا مس معايا. ده مثلا الفيسبوك، تمام؟ يعني ايه تاج؟ اضغط كده اعمل تاج اهو، اكتب مثلا نعمل لزميلتنا مثلا، مثلا نعمل ربا اهو، يبقى ده عملت تاج اهو مثلا، واقول فينيشينج تاج، اضغط ادور كده فين 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 ربا دي، فين اتعمل التاج؟ لما عملنا التاج، هو ليه ما ظهرش التاج ده؟ اهو يا مس، انا دلوقتي ضغطت على صورة، على اسم ربا، دخلني على صفحتها، صح ولا لا؟ تاني من اول عملت تاج اهو، ودخلت على صفحة ربا، على طول دخلني على صفحة مين؟ على صفحتها، صح ولا لا؟ صح يا طيب، مس. هل اللي انا عملته صح ولا غلط؟ ان انا عملت تاج من غير ما استأذنها على الصورة بتاعتها، هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ ها، صح ولا غلط؟ خطأ، ما استأذنتهاش، انا عملت كده. هل يجب اخذ موافقة الاشخاص اولا قبل عمل اشارة لهم؟ خطأ مس، ليه؟ قصدي ثانية. صح يا مس، صح يا استنوا مس، استنوا، اديله فرصة اديله فرصة. صح، التاج ده صح. ان انا عندي زي ما قلت، انا عاملة اشارة دلوقتي لاختي بس ما استأذنتهاش، بس انا بتكلم بقى في صحابي. لو انا عاملة الاشارة دي لصحابي، هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ اهو التاج ده، ليه؟ صح، برضه هو اللي انا عملته ده انه
اهو، لانه انا بضغط على اسمها واسمها بيزودني بلينك او بيزودني بالبروفايل بتاعها، بيدخلني على البروفايل بتاعها. اي حد يقدر، اي حد على صفحتي يقدر ان هو يدخل. يعني انت لو دخلت دلوقتي على صفحتي تقدر ان انت تفتح الصورة دي وتضغط على اسم ربا فتقوم داخل على صفحتها. فلازم استأذن، ما ينفعش اعمل تاج يبقى الكلام ده صح. يا مس، يجب اخذ موافقة الاشخاص اولا قبل عمل اشارة او تاج له. يجب اخذ الموافقة. تمام، من السهل. تعالى جاوب على السؤال ده كمان. سؤال من سؤال يا السهل. مس، يا مس، هو مش تاج يعني إشارة بس بالإنجليزي؟ تاج يعني اشارة بالانجليزي، حتى مكتوبة هنا. بصي فين، فين الصفحة بتاعتنا دي؟ فينش اهو. بصي كلمة تاج بيقولك ايه؟ تاج فوتو، يبقى تاج اشارة، هي بالانجليزي معناها اشارة. تمام، يلا عبد العزيز تعالى سؤال معايا تاني. تعالى يا عبد العزيز معايا. من السهل ماشي. الهروب من التنمر عبر عبر شبكة الانترنت. صح، بس مين بيجاوب؟ عبد العزيز. من السهل الهروب الهروب من التنمر عبر شبكة الانترنت. صح يا مس، لا غلط، لان انا قصدك قلت التنمر ده بيخلي الانسان يحس ان هو محاصر، فما ينفعش ان انت تهرب من التنمر. انت الموبايل في ايدك 24 ساعة، ههرب ازاي من التنمر وانا الموبايل في ايدي 24 ساعة؟ على طول شايف البوستات، شايف الكلام اللي بينزل، مثلا لو كان في تنمر بينزل عليا شايف التنمر ده. فمن السهل الهروب، لا يا مس، من الصعب جدا الهروب من شبكة التنمر، وبيجعلك دائما حاسس ان انت محاصر. تمام يا تمام يا يوسف، يلا يا سامي عبد العزيز، يلا يوسف، نعم يا مس. يلا 5. يعد نظام تشغيل واحدة من البرمجيات الذي يكون مسؤول عن تشغيل الكمبيوتر. صح، في سنة أقفل الصفحة اللي ظهرت لي. يعد، صح. إيه أشهر نظام تشغيل عندي يا يوسف؟ للكمبيوتر. أشهر مايكروسوفت. يا راك، بس أنا عارفة، نو نو نو، بس أنا عارفة، أنا عارفة يوسف عارفه. ويندوز. يوسف عارفة يا مس، نعم قول يا مس، ايه هو اشهر نظام؟ احمد ما تجاوبش بدون حد عشان ممكن يزعلوا زمايلك، يزعلوا. ايه هو نظام التشغيل اللي معروف لللابتوب بتاعنا او الكمبيوتر؟ ويندوز. ايه هو اشهر نظام تشغيل للموبايل؟ اندرويد. يعتبر استغلال الوقت بشكل صحيح من ايجابيات استخدام التكنولوجيا، صح ولا غلط يا احمد؟ إمس رقم 6. يعتبر استغلال الوقت بشكل صحيح من إيجابيات استخدام التكنولوجيا. صح، لا لا صح. عبد الرحمن، إذا كنت تبحث عن جملة معينة ضع علامتي التنصيص، صح ولا غلط؟ يا عبد الرحمن، ايه يا ولاد، فينكم يا ولاد؟ مش هقعد انده عليكم. يا ميس، يلا نعم يا يا ميس، ميس، تعالى يا ميس. نعم يا ميس. إذا كنت تبحث عن جملة معينة، إذا كنت تبحث ضمن تضع هذه الجملة ضمن علامات التخصيص. هتبقى صح. هتبقى صح. برافو عليك، صح يا مس، برافو عليك يا مس، صح. يلا ماشي. راوية. يا مس ممتاز. يلا يا راوية، نستخدم يعني الكاميرا والميكروفون لعمل، الميكروفون يعمل سنتر، الميكروفون يعمل مقطع فيديو. ممتازة. يلا مريومة، تعتبر من المصادر الرقمية.
تعتبر من المصادر الرقمية على الطريقة المصبوغة على المجلات العلمية والكتب المقالات ولا الأقراص المتنبه دي 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 ناقص في سي تعتبر ناقص من المصادر الرقمية الكتب المقالات وكتب والمقالات ممكن، وممكن تكون كمان الأقراص المدمجة، القرص اللي هي الأقراص اللي بيبقى عليها بعض المعلومات من المصادر، لأنك قالك دي في دي ودي في ودي ودي سي، فده ممكن الإجابة تكون اتنين. ممكن تكون إجابتين، بس الأفضل بقى لأنه قالك الأقراص المدمجة وقال لك الرقمية فنختار الايه، لكن لو كتب لك الكتب المقالات الرقمية اختار الرقمية، الكتب المقالات الرقمية، لكن هنا عشان قال كلمة الأقراص المدمجة فنخليها الأقراص. نقدر نقول الكتب الرقمية أو الورقية. تمام، برافو عليكي. تعالي خدي السؤال ده كمان. يمكن العثور على المعلومات في الإنترنت باستخدام مش عارفة المعركة المركزية، صمت الشهير، مش عارفة البحث، برافو محركة عليكي. البحث. ايه اشهر محرك بحث احنا عارفينه وبنستخدمه؟ ده سؤال في الامتحان. جوجل ممتازة، جوجل صح. يلا اللي بعده فين؟ دور مين دلوقتي؟ يلا من اول وجديد. يلا يا تقى، ايه اسمع حضرتك تعالي مس فين ورد رقم 4. بس كلين هي النسخة الأولى من الآلة الحاسبة ممتازة، الآلة الحاسبة، شطور. يلا عبد العزيز، مركب الكلام جهاز يستخدمه. مركب الكلام جهاز يستخدمه غير الناطقين غير الناطقين، صح. كنت عمالة ادور عليها. برافو عليك. يلا يا فين دول مين بعد كده قلنا؟ يلا يوسف، من البيانات التي يتم مشاركتها مع الآخرين. من البيانات اللي العادي ان انت تشاركها، يعني انا مش هقولك لا ده غلط ان انت ما تشاركهاش او دي معلومات شخصية، ايه هي؟ تشاركها مع الاخرين. يا رقم الهاتف هي الأكل المفضل يا رقم الهاتف من امتى لا طبعا هي الاكلة المفضلة. رقم الهاتف ما ينفعش مثلا شخص غريب، شخص اول مرة تتعرف عليه وتديله رقم الهاتف بتاعك، لا. لكن عادي اول مرة اقابل مس، يعني انا دلوقتي ينفع اقولك يلا قول قول قدامنا كده، او انا اقدر اقول، او انا اقدر اقول يا جماعة رقمي 010، مش لا طبعا ما ينفعش اشارك، دي معلومات شخصية بالنسبة لي. لكن الاكلة المفضلة والله انا اقول يا جماعة انا بحب البامية، حد فيها مشكلة؟ لا. حد انا بحب الفاصوليا يا مس، في اي مشكلة؟ لا طبعا. فمن البيانات اللي اقدر اشاركها مع الاخرين الاكلة المفضلة، لا هي رقم الهاتف طبعا. وعندنا كمان يعد من البيانات أو يعد من المعلومات أو من المصادر تكون البيانات الغير شخصية. إيه هو الحاجة اللي أنا بعتبرها مش معلومات شخصية؟ هل هو اسمي ولا اسمي مستعار ولا ها الاسم المستعار؟ ممتازين، ده برضو بيجي سؤال في الامتحان. تعالوا كده بصوا هنا، تعتبر فراغ كلمة قوية، كلمة مرور قوية. يلا يا أحمد، أنهي واحدة كلمة مرور قوية؟ رقم ب رقم ب رقم باء، برافو عليك. قلت ليه رقم باء؟ عشان أي الكريم آت 03، لكن أنا بالنسبة لي دي ما ينفعش إن احنا نستخدم في كلمة المرور اسمنا. لو ده كان مثلا أحمد وكتبت كريم ماشي مش مشكلة، ما ينفعش كريم يحط كلمة كريم كده ويستخدمها، تمام؟ دي حاجة، فخلوا بالكم برضو. تعالوا نحل سؤال تاني، كان في عندي برضو اختبار تاني برضو شكله ايه سهل. في أي مشكلة يا ولاد؟ في أي حد عنده أي سؤال في المنهج؟ حاجة مش عايزة تتفهم؟ تعالوا استنى افتح الايه الاختبار التاني. بس في سؤال لسه مش حليناه، فين اي واحد؟ بقى في واحد 8
رئيس اه المدرسة. صح، برافو عليك، انا ما شفتوش. نظام فراغ يمكن للمكفوفين القراءة. طريقة ايه او نظام ايه اللي بيسهل على المكفوفين؟ هيا يا عبد الرحمن، برايل يا احمد. ماشي يا يعني احمد، مس نظام برايل. لا خلاص يا مس، روح دورك. تعالى يا عبد العزيز، يلا يا عبد الرحمن معايا. يجب ان تكون، جاوب معايا السؤال ده. انا يا مستر عبد العزيز، لا انت، انت انا ولا عبد العزيز؟ انت يا مس. ماشي. يجب ان تكون كلمة المرور قوية من 8 أحرف على الحروف على الاقل. صح. صح، ممتاز، لازم نخليها 8 حروف. أيوة يا مس. يلا بعد كده دور مين؟ يلا مريم، يلا يا مريم مروية، مريم مروية، نعم يا مس، يلا يا مس. نعم يا مس. أنا ولا رؤية؟ انتي بعد كده روية. تمام يا مس. تستقبل وحدة المعالجة المركزية المعلومات وتعرضها على الشاشة. ده فخ، ده سؤال، ده فيه فخ يعني. تأخذ بيانات وتخرج بيانات معلومات تصديق وخطأ. هي تمام، هو كلامك صح. وكمان عندك فيه، انا قلت ايه يا مس؟ عندنا نظام، فاكرين كانت الدورة الصغننة بتاعتي اللي كنت برسمها هنا، ان الطالب بيقعد على الكيبورد ويكتب البيانات، بيدخل بيانات، بندخل بيانات، بيانات غير مجهولة بالنسبة للكمبيوتر. البيانات دي بتظهر على مين بياخدها اول حاجة؟ الويندوز، الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل بتاعي. الويندوز بياخد البيانات دي ويقول عنك انا هبعتها لمين، للسي بي يو، لوحدة المعالجة المركزية. السي بي يو يبدأ يعمل معالجة للبيانات، يعمل لها معالجة للبيانات اللي نظام دخلت معلومات. ويحولها لمعلومات. يدي السي بي يو، يدي مين كمان، مين كمان دلوقتي هيتدخل؟ الويندوز، يقول له خد البيانات دي انا خلصتها وحولتها لمعلومات، تقوم المعلومات ظاهرة على الشاشة. يستقبلهم الشاشة يبقى وحدة، يبقى السؤال ده بعد يا ما مس، يديتهم نظام اه التربية. برافو عليكم. يبقى ده السؤال فيه، لأن كلمة المعلومات زي ما قالت يا مس هي البيانات، هي البيانات. وعندك كمان مين اللي مستقبل، مين اللي بيستقبل السلام عليكم. البيانات دي؟ وعليكم السلام. الويندوز يا مس، فالسؤال ده غلط. اه صح، برافو عليكم. يلا يا راوية، رابط 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 ايه؟ education، اي دي education يو. education تدير هيئات حكومية، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. غلط، لأنه عندك مين اللي بيديرها هيئات حكومية؟ الجامعات والمدارس. لا، اسم الرابط. ها، ما قصدك مني؟ رابط الهيئات الحكومية اسمه ايه؟ زي دي، انا اقول دي education، تعليم، يبقى دي بتاعة التعليم. رابط الهيئات الحكومية اقول اسمها ايه؟ جي او في، government، ده اللي انا اقصده. طب رابط المؤسسات والشركات، الكم ال 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 المؤسس، الإسكان. الكومباني. تمام، برافو عليكم، الكومباني. تمام، هاي راوية، فهمت السؤال؟ عندك رابط الهيئات الحكومية هو ايه؟ ما ممكن احيانا يجيبها لي اختيار. رابط الهيئات الحكومية هو ايه يا مس؟ جي او في. طيب تعالوا كده نكمل. آه يلا من اول، يلا يا يلا يا تقى، يلا يا تقى. حاضر يا مس. تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي وسائل تواصل بين الأشخاص إلكترونيا. صح. تمام صح، يلا يا عبد العزيز. أيوة المساهمة في عصر الثورة الإلكترونية بعد عصر الثورة المعلوماتية.
يا عصر الصبر الإلكترونية بعصر الصبر المعلومات المعلوماتية صح 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 يا مس، برافو عليك. يلا يا فين عبد الرحمن؟ مدخل؟ يلا عبد الرحمن، نعم يا مس. يلا. يستخدم نظام، يستخدم العديد يستخدم نظام تحديد المواقع GPS للبحث عن القطع الأثرية للقارة. غلط، لأنه بنستخدم GPS في تحديد الايه المواقع. ايه الجهاز اللي انا بستخدمه للبحث عن القطع الأثرية المدفونة؟ ايه الجهاز اللي احنا بنستخدمه للبحث عن القطع الأثرية المدفونة؟ قولي يا احمد. الجهاز القطع الأثرية مدفونة يعني معادن، بس انا عارفين يبقى مقياس المغناطيسية. قطع الأثرية المدفونة، قطع أثرية الأرض المشترك للأرض، روميا الرادار حاجة المشترك للأرض. GPR. برافو عليكم. تعتبر، يلا اللي بعده، تعتبر الرسائل المزعجة سبب من أضرار التواصل عبر شبكة الإنترنت. يا عبد العزيز، لا أيوة مش مس، طلع عبد العزيز، لا سوري يا مس، يوسف. يلا يا يوسف. أوكي. تعتبر رسائل المزعجة سبام من أضرار التواصل عبر شبكة الإنترنت صح؟ أحمد، يلا. تعتبر فراغ أجهزة، ماشي مس. تعتبر أجهزة المزعجة سبام من أضرار التواصل عبر لا شبكة لا الإنترنت. فين، لا يا مس احنا هنا. تعتبر أجهزة تعود عن اللي اسمها إيه؟ الأطراف الصناعية. الأطراف الصناعية، تمام. فين الأطراف الصناعية؟ صح. يلا يا مريم. نعم يا مس. إذا سرق أحد الأشخاص صورة لك، يعتبر هذا جيت انا وسرقت صورتك وحطيتها على تصرفا الفيسبوك وقتا وقعدت ولا اتريق سلوكا عليكي. للشهرة ولا تنمرا ولا أنك شخص محبوب. تنمرا؟ تنمرا، برافو عليكي، تنمرا طبعا. يلا يا راوية، خلال البحث عن المعلومات يجب ان لا تذهب الى المواقع. تمميز. خلال البحث عن معلومات يجب ألا تذهب إلى مواقع الإنترنت. انترنت ايه؟ لا المعروفة. لا، انت معروفة ادخليها براحتك، لكن ايه اللي ما ينفعش انك تدخليها؟ الموقع اللي ما ينفعش ان انت تروحيه المحظورة. محظورة. صح، برافو عليك، المحظورة. ما ينفعش ان احنا ندخل على المواقع الالكترونيه المحظوره اللي بتكون مثلا فيها بعض الرسائل او بعض الاعلانات المزعجه او بعض الاشياء الغير مناسبه لسني، ما ينفعش ان انا اتفرج عليها. يلا تقى، يتم جمع البيانات. حاضر يا باشا. يتم بعد جمع البيانات وتحليلها يفضل عرضها في شكل عرض تقديم من بياني لوحة كتابية جدول حسابي حتى يسهل قراءتها وفهمها. رسم بياني ويفضل ان هو يكون عمودي. برافو عليك يا مس، ممتازة، إجابتك جميلة. يلا عبد العزيز، اضغط على أزرار لغلق تطبيقات جهاز الكمبيوتر. ده من المشاكل قلنا. اضغط على أزرار نقطة لغلق تطبيقات جهاز الكمبيوتر. ديليت زد الت زد كمبيوتر. ممتاز، ديليت الت كنترول. يلا يوسف، اوكي. يعتبر يعتبر من من مميزات شبكة الإنترنت، يعتبر تواصل بين الأشخاص. التواصل بين الأشخاص. طيب أقول مش مميزات أو من أضرار شبكة الإنترنت هو إيه؟ التعرض، ضياع الوقت والتعرض للتنمر وتلقي الرسائل المزعجة. برافو عليك يا مس. أحمد، يلا. ماشي يا ريس. جهاز يقوم بإخراج معلومات سمعية هو مكبر الصوت. مكبر الصوت، صح.
يلا يا مس فين؟ يلا يا مريم. يفضل استخدام ألوان؟ نعم ايه مس يفضل استخدام ألوان. يفضل استخدام ألوان نقط الكتابة معلومات في المنسقات الإعلانية ألوان غامقة ولا فاتحة ولا باهظة ولا زاهية غامقة لا، ألوان، عايزة أعمل إعلان، عايزة ألوان تبقى إيه؟ إعلان نعمل إعلان، نعمل بوستر كده فاتحة على، لا 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 يا مس، فاتحة ليه؟ تكون ألوان زاهية، حاجة مزهزهة كده علشان الناس كلها تشوفها، أيوة هي صحيح نعم وتشد وتشد بس انتباه. فهمت السؤال صح، برافو عليك، عشان حتى تشد انتباه الآخرين. يا مس، نس برضو نس تكون زاهية وبرضو نس تكون بخط بخط عريض عشان الناس تعرف تشوفها من بعيد ممتازة، برافو عليكم. تمام، تعالوا بس حضروا، نحضر الغياب. كلنا حاضرين ولا لا؟ يوسف، أحمد، تقى، راوية، انا عبد حاضرة العزيز، انا مريم حاضرة محمد، أحمد، خالص محمود، ده بجيب على طول. مريم، تمام يا ولاد. في أي سؤال هرفع لكم برضو الامتحانين كده نحلهم إن شاء الله واجب. تمام، في ان أي شاء الله سؤال، في نتكلم أي حاجة، إن شاء الله الحصة الجاية أيه. هتكون لو حصة احنا مراجعة. هنكتبهم في الكراسة بعدين حصة المراجعة هنحطهم على المنصة يا مس، هبعتهم لك على المنصة ابعتيهم على المنصة.